جماعات رسالة حياتي اللي طبعا مش لأول مرة بيكونوا معنا بـ MTV Alive. هالرسالة السامية، هالطريقة العمل يلي هي طريقة عملية جدا على الأرض مع الفقراء، مع كل الناس المحتاجين. اليوم عم بحضروا كمان مشاريع مثل العادة، دايما مشاريعهم بخلال السنة مستمرة، رح نحكي عنهم مع الأخ دوليعون. أهلا وسهلا فيكي. والأب جان بول لمع، أهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك واشتقنا لسار جويا كمان، سلمولنا عليها أكيد. خلينا نرجع شوي نعرف عن الجمعية، كيف بتشتغلوا، مين عم بيكون موجود وعلى الأرض، يعني وين منلاقيكم دايما؟ أكيد نحن جماعة رسالة حياة، نحن أباء أخوة وخيات. نحن أكيد رسالتنا هيك الأساسية هي الاهتمام بكل الأشخاص الفقيرة المتروكة ما عندها حدا، وكمان إلى جانب الرسالة مع الشبيبة. بالصيفية نحن بنكون كمان عم ننطلق على الضيع، بنعمل رسالات بالضيع، بننزل كمان على البيوت بنزورهم برسالة الشوارع. عندنا تقريبا هيك 780 عائلة هيك موزعين على كل المناطق بقلب لبنان، فعلا بنكون كل السنة هيك عم نزورهم، نهتم فيهم، نأمن هيك الحاجات يلي بنكون عم نقدر هيك تتأمن من خلال فيض الله. يعني اللي بيسمع سرطان عم تحكي بيقول قد ايه هالشغلة سهلة، يعني 700 800 عائلة يعني عم نحكي بعدد هايل من الناس المحتاجة، وهيدا عدد قسم من الناس اللي موجودين بلبنان. يعني بفتكر عم بتشوفوا قصص كتير قاسي على الأرض. مزبوط، كل هيك الجماعة عم توسع نشاطاتها أكتر وأكتر. يعني احنا بلشنا بدير بأنطلياس نستقبل فيه أطفال وشبيبة ومسنين، رجعنا كمان افتتحنا بأدما مطرح للمرضى اللي هنا بآخر مرحلة من حياتهم، وحاليا رح ننطلق تقريبا بصوب أول السنة أول تشرين رح يكون في أخوة عم تنطلق على دير بتعلبية، وأخوه عم تنطلق على دير بمنطقة عجز بشمال، كمان تيكونوا أكثر وأكثر عم يلبوا حاجة بقلب هالمناطق، يكونوا عم بزوروا العيال ويكونوا كمان في حضور بقلب هالمناطق، نقدر نوسع كمان الأفق أكثر، تنطلق أكبر عدد ممكن من العيال، لأنه هيك الحاجة كبيرة ونحن بدنا نكون ونحن قليل، ما هيك؟ الحاجة كبيرة الحصاد على قليلون بس ونحن قليل. كم شخص أنتم الأساسيين عم نحكي يا سردان؟ نحن هلا كاباء اخوه وخيات نحن عم نحكي 55 بس في اشخاص عم بيكونوا متطوعين عم بيساعدوا غير المتطوعين. ايه؟ نعم ايه؟ يعني خلينا بس هيك شوي نعرف الناس للاشخاص اللي كمان بحبوا يساعدوا، يمكن صح. في كتير ناس اليوم بحبوا انه يكونوا موجودين معكم بشكل مؤقت بشكل متقطع خلال السنه، ممكن هالاحتمال هيدا؟ اكيد نحن الباب واسع فعلا تيكون كل هيك شخص عنده رغبه يكون عم بيساعد، يقدم من وقته يمكن من امكانياته، حيالله شيء هو عن جد بيرغب يكون عم بيقدمه، الباب دائما مفتوح. يعني نحن في عن جد نشكر الله هيك شبكه كثير كبيره من الفولونتير المتطوعين موجودين حوالينا، يعني بقلب لبنان وبرات لبنان كمان، يلي هن امنوا كمان بقضيه الجماعه وفعلا وقفوا حدنا، يعني وسند هيك حقيقي بيكونوا معنا بكل هيك مسيره الجماعه. المتطوعين حتى موزعين في شيء اسمه موندو في، يعني الاميات بيلتقوا بيكونوا عم بيعملوا كمان نشاطات خاصه فيهم وعم بيتنشوا على روحانيه الجماعه. في عنا الجندو في الشبيب اللي عمرهم بين 11 و18 سنه، في عنا الايكول دو في اللي هي بتهتم بتنشئه المتطوعين الملتزمين معنا، كمان جروب كبير من الشبيب بيجوا بيعطوا من وقتهم، بيكونوا عم بيقضوا وقت بالخدمه والرساله، مثل هلا موجودين بمنطقه صغارته واهلن عم بيعملوا رساله. فبالاضافه للاخوه والخيات فيها الشبكه الكبيره من السيدات والشبيبه الملتزمه فوق 18 وتحت 18، بيكونوا سوا عم بيعيشوا خبره رسوليه وعم ينطلقوا على البيوت. يعني من يومين كمان اكتشفوا باحدى الزيارات احد البيوت وغزيوا عليه مثل ما بيقولوا، وكان في هيك حمله كثير كبيره لتنظيف البيت، وظهروا العائله من البيت كمان عملوا له نشاط، وكمان كان في هيك لقاء حلو، وكانوا هن بهالوقت جروب عم بنظفوا البيت. يعني شو بدنا نقول غير يعطيكم الف عافيه، ويضلوا كل الناس ماشيين على هالمبادئ الحلوه. يعني هي كلها قصه مبادئ، كلها قصه انه القيم تضلها موجوده بين الناس والانسان ليقدر يساعد الانسان. بس هتقدروا توصلوا لهالشيء اللي بده يكون في نشاطات خلال السنه، بالاجمال شو عم بتكون نشاطاتكم؟ طبعا رح نحكي عن النشاط القريب بشكل مفصل مع اكيد فرشان. نحن اتمقلنا خلال السنه بيكون في عده نشاطات اساسيه بتقوم فيها الجماعه، منها نشاطات اللي بيعود ريعه كمان للجماعه، أن الجماعة بتتكل على عناية الإلهية بتأمين فعلا هيك كل الأمور والاحتياجات، وأكيد هذا شيء من خلال الأشخاص والهيك كل النشاطات يلي بتكون تنتساعد سوا بهيك تأمين الأفضل لكل إخوتنا الصغار. أكيد نحن خلال السنة بيكون نعمل نشاط سنوي على الميلاد كل 24 كانون الأول، بيجمع كل العيال المهتم فيها خلال السنة، وبيكون هيك لقاء، يعني بيكون في غدا سوا، نشاط نتشارك سوا فرحة العيد.
الى جانب اكيد كل سنه نحن بنضلنا نكون عم نزور كمان العائلات باماكنهم. السنه كمان عملنا لقاء رياضي بمنطقه بسكنتا بدارنا بنبع الحياه، كمان جمع الشبيبه، لانه كمان نحن بنامن انه الشبيبه اليوم بحاجه لاطار ومكان فعلا هيك فعلوا طاقاتهم بايجابيه. فكان في كمان مباريات، كان في ماراثون باسكت بينج بونج كل نهار، وفعلا كان هيك لقاء جدا هيك جميل. وكمان هلا عندنا لقاءين بالصيفيه كمان هيك تتويج لكل هيدي اللقاءات خلال السنه. ب 19 اب ب 21 اب اشياء فنيه هالمره، اكيد مزبوط. فنيه قريبه وكمان للرب، خلينا ناخذ مضبوط. هو نحن كمان عم نشتغل كثير على السلام، لانه حلو نكون عم نزرع السلام، وحلو نكون عم نكون شهود حقيقيين للسلام. في خلال السنه بنعمل كثير لقاءات، منا على هالسنه بالفورم دبيروت عمل لقاء جمع 500 عائله، فيها كان كمان محورها عن السلام، نقدر نكون عم نزرع السلام بقلب الاشخاص. على راس السنه انعمل كمان قداس، وهلا اتوج هيدا الشيء بلقاء مع الكونسيرفاتوار الايطالي جوئة المادريغاليتو بقياده نيكولو ليكولانو، رح يكونوا عم بيجوا من ايطاليا يكونوا عم بيقدموا هن هالريسيتال بمجمع هيدا لبنان الزعرور، ورح يكون معهم كمان برفقهم قياده اب خليل رحمه مع جوئة الانديو. هون عم نحكي ب 21 ب 21 نعم، هذا رح يكون برعايه وحضور السفير الباباوي جابرييل كاتشا. ب 21 رح بيكون بالديمان. ب 21 رح يكون بالديمان. نعم. ب 19 ورح يكون بمجمع هيدا لبنان الزهر. وب 19 رح بتكونوا انتوا جوقة او فريق عيش حياتك؟ لا، ب 21 رح يكونوا فريق عيش حياتك بالديمان. أوكي. يعني ب 19 رح يكون الانديو مع بقيادة خليل اب خليل رحمه، وجوقة المادريغاليتو بقيادة نيكولو ليكولانو. رح يكون كمان في انشوده للسلام رح تكون عم تنطلق باللقاءين كمان حول موضوع السلام. يعني هون عم نحكي باكثر تراتيل دينيه، تراتيل تدعي للسلام، اشياء يعني من وحي هيك. هلا هالاعياد المقدسه مين مدعو عليها؟ كيف ممكن يوصلوا؟ وين ممكن يتواصلوا معكم؟ بيقدروا يكونوا عم بيزوروا على صفحه الفيسبوك، فيسبوك ميسيون دو في البيج، نحن منزلين الايفنت ككونسرت، واكيد هذا العمل بعود رايه ولا للجميع مثل ما قلنا لهالنشاطات يلي عم نقوم فيها، والدعوه مفتوحه للجميع، يعني الاشخاص يلي بتحب تروح وتشجع الجميع المجال مفتوح. اما ب 21 دعوه مفتوحه لكمان لمين ما كان، لانه رح يكون كمان بحضور ورعايه غبطه ابينا البطريرك مار بشاره بطرس الراعي. صار ضل اليوم بالمجتمع طبعا عم نشوف حالات ماساويه جدا، بس كمان يعني انتم اليوم لشو بحاجه لحتى تقدروا تكفوا هالحالات؟ طبعا قلتي لي العنايه الالهيه هي دائما معكم، بس في امور ما فينا نتغاضى عنها انتم عم بتكونوا بحاجه لها، هل هي فقط ماديات او هي طعام، هل عايزين مأوى للناس معينين، او بس اشخاص تكون موجوده معكم، شو حاجاتكم؟ هيك اكيد انطلاقا نحن من هيك فعلا هالرساله اللي اتمنى عليها الله، اكيد نحن خلال السنه في حاجات كثير بنكون عم نأمنها، يعني مثل ما قلنا نحن من مأكل لتياب لادويه للمدارس، يمكن نشاطات بنكون عم نقوم فيها للاولاد للشبيبه للمسنين، يعني لكل الاشخاص. من هون نحن هيك قلنا من الاول المتطوعين او كل شخص فعلا يلي نحن بنقول لهم هيك رسل العنايه الالهيه يلي هن بيجوا، كل حدا حسب هو امكانياته بكون عم بيطرح انه انا يمكن قادر لبي حاجه معينه، هون بيكون اكيد عم بيشوف يعني، وبكون الجماعه عم تطرح عليه يمكن نقول في هالحاجه، يمكن شيء معين ثاني، يمكن اوقات يقول انا بقدر اجي امن نشاط معين للاولاد يمكن مره بالشهر اعمله، كل حدا فعلا حسب هو امكانياته، المهم يكون هو هيك عم بيشارك فعلا هيك بقلب هيدا المشروع هيك تيكون عم بيزرع ويوزع فعلا هالسلام والمحبه على اقوى ولا عدد مره ممكن. ولا مرتين ولا ولا مره بنحط شرط، يمكن حسب كل حدا هو رغبته وامكانياته هو كيف بيقدر. وين عم بتكونوا موجودين اجمالا المراكز؟ نحن في عنا بانطلياس وكمان بأدما. بانطلياس مثل ما قلنا هو البيت الاساسي الرئيس العامي مطرح ما في الاولاد والشبيبه والمسنين، اما بقدما في عنا المرضى اللي هن باخر مرحله من حياتهم. خلينا نذكر سريعا قبل ما نختم بالتواريخ واماكن ال لكن 19 اب بمجمع هيدا لبنان الزعرور، و 21 اب بالديمان كمان رح يكون في الكونسير. بدي اشكر وجودكم معنا، اقول لكم يعطيكم الف عافيه، ومثل كل مره بتزرعوا لنا السلام حتى بالاستديو. اهلا وسهلا فيك الاخت دولي عون الاب جون بول لمع من جماعه رساله حياه. شكرا كثير، يعطيك الف عافيه. رح ناخذ وقفه صغيره بنتابع مع كوكينج، خليكم معنا.